احنا اليوم كنتواجدوا بواحد المعصره من المعاصير ديال الزيتون بمدينه ولاد برحيل اقليم تارودانت. هاد المدينه هذه اللي معروفه بكثره المعاصير ديالها منذ القدم، ايام اللي كانت كل احياء ديال ولاد برحيل كلها عباره عن اشجار ديال الزيتون، وكان كل حي تلقى فيه معصره، العشرات من المعاصير كلها الاغلبيه ديالها سدات. وحنا اليوم كنتواجدوا بمعصره ديال بوتشيش معروفه في الطريق ديال تركجونت، وغادي نشوفوا مع السي هشام المراحل ديال 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 العصر ديال الزيتون. سي هشام مرحبا بك جريدة الكترونيه سوس 24. الله يبارك فيك سي هشام. الا يمكن تقول لنا المراحل، يعني مناش كدوزوا من المرحله ديال الحبوب ديال الزيتون حتى للمرحله باش نحصلوا على الزيت الزيتون؟ كتسوس الزيتون نعم من الشجره، من الشجره كتحطوا عاوتاني كتجمعوا، من بعد كتهز 500 كيلو تجي معايا لهنا. الزيتون ما خصهاش يخرج في الارض ب 48 ساعه باش تقلع. 48 ساعه باش تقلع كيتجمع. جيبوا 500 كيلو ديال الزيتون هنا. 500 كيلو اش كنحلوها؟ كنديروا سميتو تقليديه، ماشي هذا الشيء عصري اللي كنزيدو. نعم كطحها المره الاولى كتجي كتدخل هنا. شحال تقريبا المده اللي كتبقى كطحن هنايا؟ ما بين ساعه ساعه ونص. ساعه ساعه ونص تقريبا. كتجي لهنا عاوتاني كتكون سميتو ديالها تسمى بالكفاخ. لا هاد الكفاخ يا راه تقريصه الزيت تتقلو معاه. تتقل على الزيت كتبقى تقريبا واحد الساعتين حتى كتنشف من داك الماء، كتعاود عاوتاني تخرج كتعاود نفس المرحلة تاني. نفس المرحلة كتعاود حتى كيحيد من الحب اللي كتبقى فيطور فيطور. واه بعد عاوتاني كتحطو داك التقريصه كتمشي مع الكواس ديالها كل وحدة بسميتو ديالها كتدوز ديالها عاد كتجي لهنايا كتجي لهنا هما شوية الجولة هنا كتجمع الزيت، من بعد كتجلس واحد تقريبا حتى لديك العشرة د الليل كتصفى منها لما كيهبط من تحت الزيت كطلع للفوق كتصفى على خاطرها. هذيك الساعة كنهزها بالليل حيتاش ما يمكنش تخليها حتى الصباح. الصباح كتخلي بالحموضه ديال الماء ديالها كتكون صعيبه عليها. بعد كنحيدوها من تما كنجيو كنجمعوها هنا بعد كتصفى كتصفى كتجي كتولي كتعطيك هاد اللون بحال هكا زيت جديده طبيعيه من الشجره الحجره. بارك الله عليك. هادي هي الاساس ديال الشجره الحجره، هي اللي كتشوف ماشي شي حاجه اللي ما كتشوفوها يقول لكم الشجره الحجره. ومرحبا بكم اللي خصتو الزيت يتواصل معنا. بارك الله فيك. كنت واجد في منطقه الزاحين. دا اللي بغى هاد الزيت طبيعيه كما كتلاحظوا انه كاين بعض المعاصير اللي معروفين انهم كيغشوا في الزيت وكيخلطوها بالزيت الروميه. هاد الناس معروفين بالسمعه ديالهم في المنطقه ديال ولاد برحيل، معصره بوتشيش في الطريق ديال تركجونت. فكتشوفوا الجودة ديال هاد الزيت، هادي زيت طبيعية. شكرا لك سي هشام على هاد الشرح ديالك، بارك الله فيك، كنتمنى لكم التوفيق. مرحبا، نتمنى التوفيق للقناة ديالكم سوس 24. شكرا بزاف، شكرا لك، بارك الله فيك.